السلام عليكم. أنا الآن في مدينة إشبيلية في إسبانيا جنوب الأندلس. الآن سنتعرف وإياكم على برج الذهب أو ما يعرف ببرج المراقبة العسكري الذي بناه الموحدون في زمنهم للإشراف على حركة سير السفن في الوادي الكبير أو نهر غوادالاخارا. هذا هو البرج. وسنرى بعد قليل إطلالته الرائعة على نهر وادي الحجارة.